السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم يا أحباب، أسأل الله أن يحفظكم وأن يوفقكم وأن يجمعني وإياكم على الطاعة دائما. المؤمن العاقل دائما روح التفاؤل والإيجابية فيه، يرى كل شيء أنه بإذن الله مسير في خدمة الدين، وأن الله عز وجل لا يكتب للمؤمن إلا الخير، فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. من جميل ما قرأت في كتب التاريخ أن ثلاثة أودعوا في كنيسة عين التمر في العراق حتى يتعلموا الإنجيل وينشروا، واحد اسمه نصير، واحد اسمه يسار، واحد اسمه سيرين، حتى يتعلموا الإنجيل ويكونوا دعاة لهذا المنهج. سبحان الله، لما فتح الله عز وجل العراق على يد البطل سيف الله المسلول خالد بن الوليد انقلب الحال، أسلم الثلاثة وأنجبوا للأمة أبطالا وعلماء لم يشهد التاريخ لهم مثيلا بعدهم. أما الأول فأنجب الإمام محمد بن سيرين، إمام التفسير والفقه والحديث واللغة عليه رحمة الله. وأما الثاني فأنجب محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب كتاب المغازي عليه رحمة الله، من علماء التاريخ الرائعين. وأما الثالث فأنجب البطل المجاهد المقدام موسى بن نصير عليه رحمة الله، فاتح الأندلس. أي نفسية من التفاؤل تبعث في قلب المؤمن حين يقرأ مثل هذا الموقف ومثل هذه القصة؟ تفاؤلوا يا أحباب، فوالله إن بدأنا يومنا بالتفاؤل عشنا بقية اليوم في إنجاز رائع. صلى الله يحفظكم.